السلام عليكم. انا كمال شرقي من ولايه تبسه، جيت مع ولدي عاطف شرقي. جينا الصباح لهنا، جينا طلعنا رئيس الهيئه تاع حمايه الماما والطفوله الاستاذ مريم شرقي. خاطرش نحن عندنا المشكله تاع عاطف، يحتاج العمليه تاع العمود الفقري. اتصلنا بجميع المسؤولين، تنصتوا من مسؤوليتهم. اخر مره باخونا المستشفى تاع بن زرج تاع عين تلمشن خسرنا بها قريب 23 مليون، وعلى الاخر قال لك العمليات المعقده 100 من 2017 محبسينها. قعدنا نجروا ونطيحوا وما كانش. اخر مره دخلنا عند السيد الوالي نتاعنا تاع ولايه تبسه، وشفت السيد وسيط الجمهوري تاع ولايه تبسه باه يعطينا تريزونسيون تاع جمع التبرعات باه نجمعوا المبلغ تاع العمليه نتاعو. هو المبلغ العمليه في ولايه تبسه لازم تريزونسيون، نعم لازم تريزونسيون، والتريزونسيون ما بوش يعطوها لي هنا في ولايه تبسه. المشكله وين؟ انه في ولايه تبسه يقول لك لازم تجينا من عند وزاره الداخليه. هذوما كامل انا مقدمهم للسيد الوالي تاع ولايه تبسه على جال جمع التبرعات. هذا واحد من الرد تاع السيد الوالي، قال لك انا بلي ممنوع جمع التبرعات الا اللي جان قصد جات اللي جان تاع الجمعيات تاع الجمعيات تاع المساجد، غير المساجد فقط. هو مكان تاع السيد الوالي، هو مكان قدمناه للسيد الوالي وما باش وافقنا على جمع التبرعات. قال لك لازم المشكله لازم تجيبها من وزاره الداخليه. هو برك العملية نتاعو، أنا آخر مرة اتصل بيا بروفيسور هنا في الجزائر قال لي ندير لك العملية ب 150 مليون. هو اتصل بيك ولا أنت اتصلت بيه؟ البروفيسور هذا تسمى عاطف مشى ياسر لقنوات التواصل الاجتماعي، هو اللي اتصل بيا. اتصل بيا البروفيسور هذا، اديته له وشافه، دار له الزمايز دار له الراديوات. هي نورمال ب 200 مليون العملية نتاعو. البروفيسور هذا قال لي أنا نتنازل على الأتعاب نتاعي 50 مليون نتنازل عليها. يبقى المبلغ تاع 150 تاع العتاد اللي رايحين يديروا به العمليه الجراحيه، وتاع بعد هو الوحيد اللي يقدر يدير. بس هو خلاص برك الحاله نتاعو، شوف الحاله نتاعو اللي هنا كيفاش ولا. شوف انا الحكومه ما سمعتش لينا خلاص، قد ما اتصلت بها انا الحكومه راشوا العمود الفقري نتاعو. والله العمود الفقري نتاعو. والمشكلة وين؟ المشكلة وين؟ راه هنا قفص صدري وغطلوا على لي بومو نتاعو، غطلوا على الأمعاء نتاعو، ما عادش يقد يتنفس مليح. يتنفس 65%. وبرك ما بعثت لبرشلونة دي بروفيسور في برشلونة في تونس، قال لك بلي الحق نسبة الأكسجين نتاعو 50%، تولي تستحيل العملية نتاعو. هذا اسمه الموت البطيء. قاعد يموت بالشوية. قاعد يموت بالشوية بس هذه العملية باش يحسنوا له التنفس. هذا باه يدلوا العمود الفقري باه يرجع يتنفس، باه القفص الصدري يتحل ويرجع القفص الصدري نتاعه ويتريقل باه يرجع يتنفس. نحن طالبين باه ردوه يتنفس كما يتنفس العباد، كما يتنفسوا العباد. نفس قاعد يروح الاكسجين وبيد ربي العالمين. انتم نحن ساعدونا المحسنين، حكومتنا تخلت علينا نهائيا من الوالي تاع ولاية تبسة الأعلى سلطة. دخلت عليها نهائيا اليوم برك، زدت رجعت للأستاذة مريم شرف رئيس الهيئة حماية الأمومة والطفولة، زدت أعطيت لها الملف وقالت لي برك زيد نرسلوا لوزير الصحة. يا وقلت لها الحالة نتاعها ما تطلبش بها، نقعدوا نستنوا نحن. قد ما ماشي ينقص أكسجين، قد ما يمشي ينقص أكسجين. نحن نطلبوا من المحسنين أخويا عاونونا برك، كاين عندي رقم الهاتف تاع الطبيب تاع البروفيسور هذا. كاين جمعية تتكفل بيه، نعطيهم التليفون تاع الطبيب يلموا لنا المبلغ تاع العملية ويمدوه ديريكت للطبيب. ما في مستشفى حكومي ما قدروش يديروا العملية. مستشفى حكومي ما كانش، كاين مستشفى تاع بن زرجب دعفتني ليه الأستاذة مريم شرفي رئيس الهيئة من طرف الوزارة. هذا الملف تاع المستشفى الاستشفائي الحكيم بن زرج بعين تموشن، هذا الملف نتاعو. بعثتني رئيس الهيئة ومن طرف وزير الصحة والسيد الوزير الأول. مي باش يديروا له عملية في مستشفى حكومي. نعم، قال لك ما نقدروش، قال لك العمليات المعقدة
معقده من 2017 محبسينها. البروفيسور بن منصور تاع مستشفى تاع عين بن زرد تاع عين تيموشنت. خاطرك شنو شغل هذا مستشفى عين تيموشنت وهنا في مصطفى باشا. ما كانش ما في مصطفى باشا ما كانش، المستشفى الوحيد اللي يقدر يدير العمليه فيه تاع العمود الفقري هو المستشفى بن زرد عين تيموشنت. البروفيسور بن منصور بعد ما دفعت الملف الكل كي قلت له وقتها تكون العمليه قال لي نحن من 2017 العمليات المعقده رانا محبسينها داخل الوطن راهي ما عندناش. قلت له علاه تعبوا فيا طلعوا فيا من تبس العين تمو الشمس طالعه هار 1300 كيلومتر 2600 علي رتور. قال لك اخويا انت الناس يبعثوك من الوزاره هم اللي على بالهم باللي راهي العمليات راها حابسه نورمو هما ما يبعثوكش. وطفل ماشي وحالك رايحة تزيد بسوق ماشي وتزيد بسوق اليوم 65% غدا يكون 60% بعد غدا راح يكون 55 شهر الاخر راح يكون 50 للحق 50 صاي للحق 50 تولي تستحيل العملية نتاعها تسمى كل شراكنا باه موقف والانسان هذا يقعد يتنفس كيما راهم يتنفسوا العباد قاعدين نتفرجوا عليه تسمى الكل مشاركين فيه نحن الام الكل مشاركين فيه. نعم نطلب من المحسنين ومن الجمعيات ومن الناس الخير رقم البروفيسور اللي هنا في الجزائر راه عندي جمعوا لنا حق المبلغ تاع العمليه وربي يجازيها وربي يبارك فيها. نحن هنا تعبنا جينا جينا تعبنا من المسؤولين من وزير الصحه وزير التضامن الملف نتاعي سليت رئيس الهيئة حتى الوزير الأول ما كانش لا حياتي من دون دولتي مسؤولين رغم أن ذلك أنا مواطن جزائري من الجزائر من أسرة فوية أبن عن جد أسرة فوية أبن عن جد جهدنا على البلاد هذيا باه نعيشوا فيها بعز وكرامة باش باه يموتوا فيها أولادنا من قلة العلاج. كاين اطفال تموت من الشر كاين اطفال في دفاع اسرائيل في فلسطين نحن نموت بالتهميش تاع العلاج بالتهميش تاع المسؤولين وغدوا باذن الله راح نقوم باعتصام قدام قصر المواطنين ان شاء الله على المشكله هذا بعد كان اليوم تنوم يحل لا بقى نروح للرئاسه ديوان الرئاسه نشوف المسؤولين اللي فما يديروا لي حل يديروا لي مشكل ليه ما يقعدوش نحن نتفرجوا على الانسان هذا قاعد يموت بالشوي بس قاعد يروح بالشوي. ما نفهمش علاه جاهلون المسؤولين علاه جاهلون رغم انهم كاين ناس ياسر راهم عالجوا ناس ياسر عالجوهم وناس ياسر بعبوهم لي بيرسون سارج. انا كانوا عندي وثائق عمليات تاع اوروبا منهم نور الله عرنيش من برشلون. هاو الحمد لله بركة هاو كاين العلاج في الوطن. عالجوهن سيدي ما طلبناش لبرا نحن. كنا نطلبوا في البرا ها برك الظهر عندنا اللي انا كاين بروفيسور يدير العمليه ديروا هنا سيدي داخل الوطن ما طلبناش المحال ما طلبناش المستحيل طلبنا ان العلاج ومن حقنا كمواطنين مواطنين جزائريين من حقنا العلاج من حقنا العلاج. نحن جاهدنا البلاد هذيا في العشرية السوداء شاب ربي يرحمه جاهد ابن الحرب التحريريه جدي كيف ربي يرحمه من اسره فرويه وعلى الاخر المستشفيات اللي كنا نحمو فيها نحن بها عندنا امل بها نعالجوا فيها يعالجوا فيها اولادنا على الاخر اولادنا تموت تهميش تموت تهميش من قله العلاج.